ما إن وصلنا قرية الرمان التابعة لناحية محمد سكران بمحافظة ديالى حتى استوقفتنا هذه البستان التي فتك العطش بنخيلها وحول أرضها مقبرة للطيور المهاجرة. مات بعضها ولا زال البعض الآخر يحتضر من شدة الظمأ. سالة مال مي ما عندنا، مي شرب ما عندنا، يعني لا للأهالي ولا للزرع. يعني تدري هذا تشوف هسه انت مثل ما تشوف، يعني هاي الطيور تجي هي مهاجرة، تجي هنا تسكن يعني في النخل، تجي مي ما تلقى، تقول هيك وتموت. ودشوفونا انتو قدام عينكم، والحيوانات من يشربها تصير عندها سخونة، تصير عندها عميان بعيونها تعمى وتفطس من عندها تموت. الهوش كله فطس البقر مالتنا، وهاي النهران وهاي الطيور شوفها قبالك وميتين من العطش. والله مي ما يجينا كل شهر مرة، بالشهر مرة أو مرتين، يجينا ساعتين وتنقطع، تجي مية صفرة بالنهار ويعدوبها تصل للعرب وتنقطع. فلا مناص من اعتماد مئات الأسر على الآبار والتي قد تسبب لهم الكثير من الأمراض. غابت يد الدولة عن تلبية أعظم سر لديمومة الحياة كما يقولون. أستاذ هذا البير حفرنا لأن المي ماكو، وين النهار ما دي يجينا ينقطع، فاحنا ايش سوينا؟ حفرنا هذا البير. ده شوف انت مجموعه المطارات الموجوده عليه، هذا عليه 8 بيوت يغذى 8 بيوت، واذا المطارات كلها تشتغل ما يتغذى، البيوت ما تتغذى، مي فقط للغسول مو يعني صالح للشرب. والله الامراض مي مالح ما نقدر نسبح، هسه انا بيها حساسيه، بس اسبح مي مالح تقب الحساسيه عندي. شنو وضعتنا هاي؟ ترى مو عيشه والله، والله مو عيشه، هاي البياره مالحه، هاي الحلال ماله مي ميت. يعني شنو عيشة؟ عايش عايشين. امراض والله دا يصير حكة بيهم، يصير بيهم ملاح حتى جرب دا يصير من وراء هاي الاملاح. وين ما تشكي كنا بالري والله صار لها 10 سنين ما شايفها هنا. فإلى عقود خلت كانت قرية الرمان مصدر تسويق محصول الرز لجميع محافظات العراق لوفرة المياه فيها، إلى أن ضرب الجفاف أراضيها وفتك بأهم أسباب العيش، ما قد يجبر المئات من العوائل التفكير بالرحيل عنها إن لم تعالج المشكلة من قبل الجهات الحكومية. أحمد الرسام، قناة الرشيد، ديالى.